الملفات والموضوعات اللي هتكون موجودة معانا النهاردة في حلقة اليوم. البداية طبعا مع الخبر الأبرز والأهم، وهو استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة اليوم الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، واللي أقيمت مراسم استقبال رسمية له وتم عزف السلام الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف. الرئيس السيسي أشاد طبعا في هذه المناسبة بالعلاقات الأخوية اللي بتجمع بين مصر والأردن واللي بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، وأعرب عن التطلع لتعزيز هذه العلاقات بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي اللي بتجمع البلدين مع العراق الشقيق، وخاصة طبعا على المستوى الاقتصادي والتجاري. كمان ثمن سيادته الجهود اللي بتبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن. وطبعا زيارة العاهل الأردني جاءت ضمن جولة لي شملت عدة دول من بينها السعودية والجزائر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة أخيه جلالة الملك عبد الله إلى القاهرة، مشيدا سيادته بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعربا سيادته عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما ثمن سيادته الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الموجودة في الأردن. حيث اصطحب سيادته ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأضاف المتحدث أن ضيف مصر الكريم أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، مؤكدا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك. وعقب انتهاء الزيارة حرص السيد الرئيس على توديع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية مغادرا بسلامة الله من مطار القاهرة.